أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية. هم أهل السنة والجماعة. يقول: ما حكم الجهاد في سوريا؟ هل يجوز لي أن أذهب للجهاد؟ أهل سوريا هم في الحقيقة بحاجة إلى الدعاء لهم، وأن يحرص الإنسان على الدعاء لهم. أما قضية يعني كل إنسان يذهب يعني فما هي القضية، قضية نقص يعني وناس حتى تروح تزيد، فيعني ف ويخشى أن يكون يعني الذهاب مثل الجماعة اللي ذهبوا للعراق وحصل منهم الشر وحصل منهم الفساد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.